وان في اكتر من 13% من حجم سوق العمل في مصر اللي هم بيشتغلوا في قطاع السياحة قاعدين في البيوت، وان يعني خسرنا اكتر من 6 مليون سائح، والخسائر دي هتستمر لو احنا ما عملناش اللي علينا كمواطنين والتزمنا بالتباعد الاجتماعي ووقفنا التجمعات سواء في الشوارع او في البيوت. الدولة دعمت قطاع السياحة بثلاث مليارات جنيه، يعني الدولة بتبذل اقصى جهد عندها يعني يعني عشان نعدي او عشان الدولة تعدي بينا هذه الازمة. لازم احنا كمان ما نكونش مقصرين، لان في ما بيننا ناس مقصرة. ايوة احنا مقصرين جدا، والسياحة مش هترجع لو ما التزمناش. لازم نلتزم بالاجراءات المفروضة لمواجهة هذه الازمة. عايز كمان افكركم ان العمالة الغير منتظمة عشان نلتزم بقى، الناس اللي بتكسب قوت يومها يوم بيوم واللي عددهم ضخم جدا دلوقتي قاعدين في البيوت، وده بسبب ارتفاع الاصابات اللي هو ناتج عن الاختلاط. يعني الاختلاط ده هو في النهاية اللي رفع علينا نسبة الاصابة بهذا الوباء اللعين. الناس دي مش هترجع شغلها تاني لو احنا ما التزمناش لحد ما نعدي الازمة دي. خلينا نفتكر ان الدولة عملت كل اللي تقدر عليه، اي دولة بالمناسبة، ناحية هؤلاء اخواتنا اللي بيشتغلوا اللي هم في العمالة الغير منتظمة، دعمتهم بثلاث مليارات جنيه، ولكن الوضع مش هيتعدل الا لو التزمنا، مش هيتعدل الا لو التزمنا شوية وقعدنا شوية في بيوتنا. الفكرة دي لازم نحطها كلها في دماغنا ونفهم ان الفترة اللي احنا فيها دي فترة ذروة انتشار العدوى زي ما كل الخبراء بيقولوا لنا، ولو عايزين نطلع من هذه الفترة بأقل الخسائر يبقى نقعد يا جماعة وما ننزلش من بيوتنا. عدتها 10 مرات اهو، ارجوكم ارجوكم عشان نعدي بسلام. ان خرجنا من بيوتنا نخرج للضرورة، دورنا مهم، كفاية استهتار يا جماعة. كل يوم بنفقد ناس غالية علينا، هنستنى لحد امتى؟ قولولي. انا واثق ان حضراتكم يعني الشعب المصري شعب واعي وفاهم واكيد هيقدر المسؤولية. تعالوا بقى نروح واحنا بنتكلم برضو عن كورونا مكتب بريد امبابة. مكتب بريد امبابة اللي خلاني اقول المقدمة الطويلة اللي فاتت دي، اللي بشوفه بيحصل الحقيقة من اختلاط. اختلاط انا لا احمله للدولة الحقيقة، احمله لنا احنا كمواطنين. شايفين امامكم هذا التجمع امام مكتب بريد امبابة اول. ها الفيديو اللي بعرضه لحضراتكم دلوقتي عبارة عن قنبلة الحقيقة موقوتة، ويخليني اقول اننا ما بنخافش على نفسنا ولا بنخاف على بلدنا ولا بنخاف على اهالينا كبار السن. والفيديو امام حضراتكم اهو، شايفين المنظر؟ شايفين الناس واقفة ازاي؟ هات يا عبير يا تميمي كده، الناس هتقولي الناس كده جنبي كده وانا بتكلم، الناس واقفين متكدسين. الفيديو ده بيتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. امير عبيد رئيس تحرير التنفيذي للبرنامج شافته اتخضت، قالت لي ازاي الناس بتعمل كده في نفسها؟ وانا بقول لكم ازاي بتعملوا كده في نفسكم؟ احنا بنتعامل كما لو كانت الحياه طبيعيه، ناسين خالص اننا عندنا وباء وما ينفعش ان احنا نتجمع بالشكل اللي انا شايفه ده. الشكل ده يضر بصحتنا. احنا يا جماعه خلاص بقى احنا غلبنا، نقول بلاش تجمعات ارجوكم. ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. كمان انا مستغرب الحقيقه ان المسؤول اللي في مكتب البريد بتاع امبابه مش حاطط كراسي بره للناس دي او منظم تواجدهم امام المكتب، وكمان مفيش حد لابس كمامه من الناس. برضه ليه؟ انا مش عارف، انتوا مش لابسين ليه كمامات؟ يا جماعه غلبنا نقول نلبس كمامات ونلبس جوانديات في ايدينا. انا بناشد السيد الاستاذ شريف فاروق رئيس الهيئه القوميه للبريد بالتحقيق في هذا الامر، وانا الحقيقه بكل ثقه ان هذا الرجل المحترم، هذا الرجل الحاسم الحازم وتاريخه في بنك نصر الاجتماعي قبل ان يتولى مسؤوليه هيئه البريد مؤخرا، ده لسه الراجل متولي المسؤوليه من ايام، انا واثق انه لن يتهاون، لانه راجل الحقيقه بيتميز بالحسم زي ما قلت وبالحزم وبالنظام. نكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، وعندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها معاكم. بلدي لاحد نواب البرلمان في محافظه المنوفيه في دايره اويسنا، وانا بتكلم عن معركه الوعي عند المواطن. مش هنسى الناس اللي هي المفروض بتقود المجتمع.
والمفروض ان هم بيمثلوه، ان هم عليهم دور كبير في التوعية. ولكن الحقيقة اتفاجئت بهذا الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للسيد النائب احمد رفعت نائب اوسنا، وهو راكب على حصان زي ما حضراتكم شايفين. احنا مش مانعين ان سيادتك تركب الحصان يا سيادة النائب، وعارفين انك محبوب على فكرة، وانا واحد من الناس اللي بيحبوك رغم ان انا مش من المنوفية اصلا. ها وشايفين دلوقتي في الفيديو الناس بتزف سيادتك. طب هو يا سيادة النائب يعني، وانا بتكلم كده الحقيقة انا مذهول، مذهول من المشهد اللي قدامي ده. ومش قادر اصدق انه تم خلال الفترة دي يا سيادة النائب، لان اوسنا من اعلى المراكز اللي في المنوفية اللي فيها اصابات بكورونا. معقولة يا سيادة النائب؟ معقولة ده ينفع؟ يعني الكلام ده ينفع يا سيادة النائب؟ فين التباعد الاجتماعي؟ فين عدم الاختلاط؟ فين دور سيادتك كنائب للشعب في التوعية يا سيادة النائب؟ ده انت من النواب المحترمة جدا، انت من النواب اللي عاملة شغل كويس جدا تحت قبة البرلمان. انا بعتب على النائب احمد رفعت. انا عرفت حتى يعني يحق الحق ان النائب احمد رفعت تحدث في تصريح صحفي لصحيفة الوطن امس او اليوم او صباح اليوم، قال ان الموضوع ده لا يعني ما اتعملش غير لمدة دقيقة. سيادة النائب ثانية واحدة تعدي كل الناس دي لو فيهم واحد يحمل فيروس كورونا. طيب تعالوا نروح للتوعية. احنا النهاردة شغالين بقى بنطلع السلبيات اللي فينا احنا كمواطنين. الحقيقة تكدس امام احد السجلات المدنية اهو. انا مش ببعد بعيد عن كورونا، كله في جعبة كورونا. المدارس بتطلب من اولياء الامور، ودي رسالة للسيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الحقيقة اللي احنا بنكلمه من اول امبارح ما بيردش على حد، ولا هو ولا النائب بتاع الدكتور رضا حجازي ولا المنسق الاعلامي الاستاذ محمود حسونة اللي كان بيرد علينا زمان. المدارس يا سيادة الوزير زي ما سيادتك شايف في الفيديو التكدس ده امام احد السجلات المدنية، المدارس طالبة من اولياء الامور ان هم يقدموا وهم بيقدموا لاولادهم في المدارس انهم يجيبوا شهادات ميلاد حديثة بتاريخ سنة 2020. طب انا لو عندي لابني شهادة ميلاد من السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، ايه المشكلة؟ ما هي شهادة ميلاد كمبيوتر. الست هي ماسكة شهادة ميلاد الكمبيوتر ايه؟ وانا بتكلم الست ماسكة شهادة ميلاد الكمبيوتر هتقالي ايوه اهي، عشان بس ما حدش يقول احنا بنتبلى. ماشي؟ هل مثلا بياناتي بتتغير من السنة للسنة يا سيادة الوزير؟ عشان المدارس تطلب ده؟ ولا دي بيانات ثابتة مش بتتغير نهائي؟ الفيديو معروض امام حضراتكم، انا ما بتكلمش كلام من عندي يعني. وانا بتكلم الحقيقة مندهش بهذا التجمع، لان الناس سايرة كمان بسبب هذا التكدس. طب انتوا سايرين بسبب التكدس، بتتكدسوا ليه انتوا كمان بقى؟ ده كلام ليكم انتوا بقى؟ ينفع؟ ينفع افرضوا واحد ولا واحدة فيكم ولا اي حد مصاب، بوجه كلام للجمهور اللي واقف امام هذا السجل، مش هيادي الناس الباقية؟ ها؟ طيب هم بيقولوا ان التكدس ده بسبب اللي اتفرض عليهم عشان يقدموا لاولادهم في المدارس. انا نفسي اسال، هو ده قرار؟ او لو كان في قرار بالمعنى ده الله اعلم. احنا حاولنا نكلم الوزاره عشان حد يتواصل معانا، ما حدش كان رد علينا. واحنا دايما بنحاول، احنا بنعرض موضوع بنتواصل مع السيد المسؤول. هو قرار زي ده لما جه اتاخد ما فكرناش ان ده هيوصلنا للمشهد اللي كان قدامنا اللي شالوه دلوقتي مش عارف شالوه ليه؟ ولو الناس اللي واقفة في المشهد ده فيهم واحد مصاب بالفيروس هينقلوا كل الناس اللي واقفين؟ ارحمونا يرحمكم ربنا. بوجه هنا كلام للسيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وبقول له رجاء بلاش، لو في شروط بالمعنى ده يا سيادة الوزير بلاش.